يقول شيخ الإسلام: وقد غلط من غلط فجعل المباحات بمثابة المستحبات والواجبات، قال: وهذا أصل غلط فيه كثير من الناس، إنما المباح يكون مباحا إذا بقي على أنه مباح، لكن إذا اتخذ المباح قربة ودينا فإن هذا من الابتداع في شرع الله، ولهذا عظم ذم الله عز وجل على من شرع شيئا لم يأذن به الله عز وجل.